يا صباح الخير على كل مستمعي راديو الرابعه. صباح الاماني والتفاؤل وكل حاجه حلوه. راديو الرابعه السنه دي مش بس خلى الناس ان هي تتمنى، ولكن لبالهم اكيد طلباتهم. تحياتي ليك يا لارا وتحياتنا لكل المستمعين. أكيد تحياتنا للجميع. نحن اليوم موجودين براديو الرابعة، واليوم هيدي السنة عن جد مميز جدا ل 2019 مثل ما دايما بنوعدكم سربرايزز جميلة جدا. ومثل ما شايفين نحن حط شو هلا؟ نحن حط سيارة نيسان كيكس. وطبعا اللي فاز بالسياره هو رامي محمد خلدون السلكه. صباح الخير. مرحبا رامي. اول شيء تعال ننضم معك في نص السياره. ذكر رامي، الف مليون مبروك رامي. رامي انت بليله راس السنه ربحت سياره نيسان كيكس مقدمه من راديو الرابعه. شو شعورك كان اول ما اتصلنا فيك من الراديو؟ انا اول شيء ما كنت عارفان انه انا رح اربح السياره. انا كنت بعثت الرسائل، بعثت رسائل كثيره يوم راس السنه بالضبط. فلما اتصلتوا فيني ما كان عندي اي فكره انه انا رح اربح. انا يعني شفت رقم عجمان الساعه 12 الى 5، ما توقعت حتى انه هو راديو. انت قلت مين عم يعيدني على 12 الى 5 من عجمان؟ الساعه 12 الى 5 من عجمان ورقم ارضي، فما كنت متوقع بصراحه. بس لما سمعت صوت، اول صوت سمعته كان صوت عمر، سيد عمر حلبي وجاد، فعرفت دغري فورا انه راديو الرابعه. ما كنت متوقع، ما راح راسي للسيارة بصراحة، راح راسي لأي جايزة بس ما وصل راسي للسيارة لسه. هلا رح أقول رامي صراحة يعني هو صدق إنه ربح سيارة، بس الأكثر من هيك زوجته ما صدقت إنه ربح سيارة. خبرنا أكثر عن هالشيء. ما صدقت يعني حتى بعد ما سكرنا وحكيتي معها أنت على التليفون بتذكر. لسه ما كانت مستوعبة الموضوع للآخر، يعني لحتى قعدنا بعد الاحتفال لحتى فهمناها إنه فعلا إنه السيارة انروحت، يعني صارت السيارة لنا. يعني هتدي سيارتك القديمة لمراتك ولا تديها السيارة الجديدة؟ عايز تكلمني عن قصة الحب الكبيرة. بصراحة يعني بده يعلقني هلا، بما ان المقابله بالعربي مرتي انجليزي. صح كنا عم ترجم لها، فممكن اعطيها السياره القديمه وخلي معي السياره الجديده. يعني هي عندها سياره؟ كيف هي عندها سياره؟ لا استاخذ سيارتي وانا باخذ السياره الجديده. طيب ما بقى حنطره اكثر لرامي، رح نقول لك اول شيء بدنا نقول لك الف الف مبروك مره ثانيه من راديو الرابعه على سياره نيسان كيكس. واخيرا وصلت هيدي اللحظه، يعني الكل ناطرين لهيدي اللحظه. وهلا مش بس نحن حنسلمك السياره، حيكون كل مذيعي راديو الرابعه مع المدير كمان فيليب رياشي مدير راديو الرابعه رح نكون موجودين كلنا سوا لحتى نسلمك هيدي السياره. انا بس بدي اوجه كلمه، بدي اقول شكرا كثير لراديو الرابعه، مصداقية رقم واحد. وبتمنى الكل لما بدهم يصير في مسابقات الكل يشارك، الكل له فرصة، الكل ممكن أنه يربح. وبتمنى للكل بالمسابقات الجاية كلهم يربحوا سيارات وكلهم يربحوا الشغلات الحلوة هاي. صراحة في أنا حابب كتير أني أشكر راديو الرابعة، أشكر المذيعين، أشكر الإدارة، المنسقين من البداية لليوم، الإجراءات السهلة. بدي أقول شكراً لكل اللي فرحوا لي وقالوا لي مبروك. طبعاً راديو الرابعة بدي أرجع أقول وكرر مرة تانية شكراً كتير لكم، شكراً للمصداقية تبعكم، شكراً للإنترتيمنت اللي بتعملوا لنا إياه كل يوم من الساعة 6 الصباح لوقت ما ننام ولوقت ما نفيق. وبس شكراً كتير.